نجاة الصغيرة في فيلم الشموع السوداء كانت عمالة تزن على صالح سليم علشان يحكي لها موجوع من إيه، وآخر مزاق منها زعق بيها في عصبية وقال لها جملة رنت في وداني، قال لها الوجع ما بيتحكيش، الوجع ما بيتحكيش. كلام صحيح 100%، الوجع فعلا ما بيتحكيش. ومين فينا الوجع ما دخلش قلبه، ما عداش عليه وقرصه، ما غماش عينيه ورماه في بحر غويط في عز الليل؟ مين فينا الوجع ما قسمش روحه نصين؟ الوجع بياخد من الروح حرفيا، بيهد الحيل، بيشل الحركه، بيكسر الخاطر وبيكسر العين، بيخليك كائن باهت يائس، بائس من الحياه، كاره الدنيا حرفيا، مش عايز تتكلم، مش عايز تسمع، مش قادر تحكي وتشكي. الوجع بيخليك عاجز عن الفرحه، ابتسامتك باهته وعينك حزينه حتى وانت بتضحك، صوتك مخنوق وتايه حتى وانت جوا بيتك. الوجع ما عندوش ضمير، ما بيرحمش، بيجلدك في الثانيه 1000 مره، بتحس انك بتموت وبتنتهي حرفيا، مرض استوطن جواك وكلبش في روحك، ماسك في عظمك، بتحاول تبعده لكنك اضعف، بقيت هش زي ورقه الشجر في فصل الخريف، ما بقتش حمل ضغطه، ملامحك من بره ساكته لكن جواك فوران، قلبك بيغلي، دموع محبوسه وعيون بتلمع، كبت رهيب جوا منك، نفسك تصرخ وتقول للناس كفايه ارحموني. الاحساس بالوجع احساس مؤذي، انا جربته، ألمه بيأذي الروح مش الجسد، ملوش علاج ولا له أطباء، كله بيهدي وبيسكن، بيخفف للحظات، أصل ألم الجسد واضح، بيبقى قدامك، شايفه ولمسه بإيدك، لكن ألم الروح هيتشاف إزاي بس؟ إزاي يتحكي ويتشرح؟ ما بيتحكيش، بيتحس بس. وقتها بيكون كل همك انك تطلع سليم، لكن للأسف صعب، لازم الوجع يخربش روحك، يعلم في بدنك ويعلمك علشان تفوق من وهم كنت عايشه، من حد أمنتله وخان، من حد اشتريته وباع، اديت له ظهرك ورميت حمولك كلها عليه، وطعنك بخنجر مليان خبز. ساعتها الصدمة بتبقى كبيرة لكن بتفوق، هتعيط وهتعيط كتير لأنك كنت جدع ومآمن ومسلم، وكانت النتيجة أنانية وكذب ولوع وخيانة، لكنها هتبقى فترة صعبة وهتعدي، مش هتستمر، يمكن يكون الحمل كتر عليك، بس الأكيد إنك هتصحى في يوم هتلاقي ربنا مرضيك وواخد بإيدك، وإن كانوا هم باعوك فربك شاري، ربك شاري وبيعوض، هيعوضك بالأحسن والأنقى، هيعوضك باللي هيصون وهيخفف، هيعوضك باللي هيراعي وهيطبطب، باللي يداوي ويطيب. ادعي بالعوض عن كل لحظة ضعف مرت بيها، عن كل لحظة وفاء كان مقابلها غدر، عن حلم ما تحققش، عن حب كان نفسك فيه لكن كان النصيب له رأي تاني، عن كل حاجة حلوة عملتها مع حد وما خدتش منها غير أذى نفسي ومعنوي، وعن علاقة ضيعت فيها عمرك وما كانتش تستاهل، عن حد اتعشمت فيه وخذلك. ادعي على قد ما تقدر، ادعي ان ربنا يصبرك ويهون ويعدي الوجع بلطفه وحنيته علينا، وصدقني هيرضيك وهيخفف عليك وهيعوضك على قد تعبك وصبرك. فامسح دموعك وارفع راسك وسيبك من اللي فات، واوعى تفكر في يوم انك تنتقم، لان القدر بيبدع في تصفية الحسابات.
فيا رب عوضنا عن كل شيء كسرنا وكل وجع هزمنا وما قدرناش عليه. تعالوا نسمع رسالة.